السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات شرحنا نظرية المدينة الشرطية، وقلنا إن ده بيبقى فيه طريق رئيسي ماشي وفيه طرق فرعية، وعلى الجنبين من الطرق الفرعية دول بيبقى فيه البيوت والمصانع والخدمات. المشكلة بتاعته إن في بعض الأماكن بتبقى بعيدة عن الأماكن الخدمات الحيوية بتاعت المدينة، وده اللي كان عامل النظرية ديت كان اسمه سوريا ماتا. دلوقتي بقى هنشوف نظرية تانية من نظريات توزيع المدن، ألا وهي التمدد الأفقي أو التكرار الهندسي أو التضاعف الهندسي. طيب هنبدأ نختار مثلا مدينة من المدن وأقول له ستارت. هي بتقوم إن أنت بتعمل وحدة معينة، وبعد ما تخلص تعمل وحدة تانية بيها وحدة، يعني بتبدأ تنتشر مع الزمن، تبدأ مدينة جديدة زي مدينة المنيا كده، بتبدأ تعمل وحدة فيها كل الخدمات اللي أنت عايزها، وبعد كده بتكررها طول ما أنت الناس بتيجي والعدد بيزيد. تار ده بيفكرني بالتويتر. طيب لو انا عايز اتحرك انا برحب بيه او الطريق اهوت. طيب الفكره بقى ان انت تعمل مدينه صغيره او جزء صغير، واول ما يبدا تكمل تروح مكمل لحد ما توصل. نظام تخصيص المدينه بيبقى كويس لما تبقى عامل في حسابك مثلا الاشجار دي، ان انت قدر الامكان ما تقطعهاش غير لو فعلا محتاجها. طيب بيقول لي ابدا، تمام. ممكن تاخد الطريق من اول اخر وبعد كده تبدا تقسم، تمام. مثلا هو طيب هنبدأ ناخد منطقة صغيرة نعملها. أول ما العدد يكتر ومحتاج نروح عاملين مدينة تانية، خلي بالك هنا تقدر تسرع وتبطل زي ما أنت عايز، تمام. يعني لو أنت معكش خدمات ممكن توقف خالص. أنا هعمل مثلا مدينة بالشكل دوت. طيب الطلب حاليا على ايه؟ الطلب حاليا على السكن، فاقول له انا عايز السكن دلوقتي. ممكن تقول له انا عايز السكن بقى ايه؟ طيب محتاجين برضو لو حد عايز يشتري بقالة يلاقي. طيب الناس دي عايزة كهربا، هبدأ أختار له مثلا وحدة كهربا هي. ممكن تبدأ تعمل كهربا كده. طيب وعايزين اكيد ميه اهو، عايزين احط لهم الميه اهي. طيب ومحتاجين برضو صرف صحي. عندنا الصرف ده فين؟ للأسف هنرمي في المية، بس لازم ننضف قبل ما نحط المية، وطبعا ده محتاج ما
واخد بالك ان كل الجهات عماله تقول لك احنا عايزين صرف صحي، خلاص ندخله في صرف صحي. طيب هنا بقى عايزين ايه؟ نوصل الكهرباء للصرف الصحي ديت. دي برضو نوصل لها. هنا حطت المية، اه في واحدة قريبة. هي بقى في 212 واحد بدأوا يجوا هما. طيب أول ما يبدأوا بقى تحس إن أنت محتاج، تبدأ تنشئ مدن تانية وتالتة وهكذا، لسه معاك فلوس كويسة. ميتين ستة وعشرين تبدأ تيجي الناس لحد ما يعني تملى المكان، فتضطر بقى تبدأ تعمل المياه وحاجات، تقدر تعمل مدينة كاملة جنبيها وتالتة وهكذا. وبعد فترة تبدأ تظهر معاك احتياج إن أنت تعمل شرطة وهكذا، بيقول لي بص على الحساب بتاعك أهوت، طاقة قد إيه، المية، الدرينج، كل حاجة تمام زي الفل، بلاش تفرض ضرايب قدر الإمكان. 239. طيب أنا الزمن بقى ممكن تسرع، ممكن تيجي هنا تبدأ تشوف اه المفروض توصل 440 عشان تكون حققت الهدف بتاعك. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ تبدأ هدف تاني، تعمل مدينة جنبيها مثلا او حاجة زي كده. تمام، ممكن تبدأ تعمل مثلا حاجات كهرباء، خدمات كهرباء جديدة. تمام، دي مثلا لسه متفعلتش أو متفعلة بس معكش الفلوس بتاعتها، فلما تفعل تبدأ تتعمل. ممكن تستغل الوقت ده في إن أنت تعمل مدينة أكبر. بص الناس هي بدأت تيجي، العربيات هي بدأت تيجي، شايف؟ طيب ممكن نعمل مدينة تانية الناحية دي مثلا. اه بيقول لي مفيش فلوس كافية، not enough money، مفيش فلوس كافية إن أنت تبني دلوقتي. أول ما السكان هيجوا هتبدأ تبقى يشتروا حاجات، فهتبدأ تتفاعل معاهم. بدأت الفلوس تظهر. اه احنا محتاجين نحط نعمل صانع دلوقتي بقى. طيب المصانع دي محتاجين ان احنا نحط لها كهرباء. اه لسه مفيش فلوس كافية للكهرباء. شايف الناس هي بدأت تجيجي،
وبدأوا يعمروا المدينة اهوت. تعمير مدينة معناه إن هيبقى فيه فلوس كتير. في طلب على المصانع، تبدأ تعمل مصانع، تبدأ الناس تكتر معاك. بدأت الفلوس هي تبقى موجودة، بعد شوية تفعل معاك بقى إن أنت تعمل مستشفى، إن أنت تعمل اسم شرطة وهكذا.